تعالوا بقى مع بعض نعمل ميك اب للبحر. بصوا انا صبغت حواجبي بالحنه بتاعه الحواجب دي عشان مش هينفع ارسمها وانزل بيها الميه، وكمان عملت اكستنشن لاش، اكيد انتوا واخدين بالكم يعني عشان ما استخدمش ماسكارا. فيلا بقى نحط الصن بلوك علشان الشمس. انا الصن بلوك ده بصراحه صيف شتاء مش بستغنى عنه خالص، فظيع، بستخدمه على ايدي وعلى وشي وحلو جدا جدا ومناسب، عشان كمان انا بشرتي دهنية. كنت عاملة الاظافر باللون ده علشان كنت ناوية البس مايو تاني، بس ده وصلني كنت طالباه من شي ان، فهنلبس ده. استخدمت فاونديشن من فيت مي، استخدمته قليل جدا يعني على تحت العين وعند لو في اثار حبوب او حاجة، وبدأت أدمجه بالبيوتي بلندر عشان عايزة تغطيته تبقى خفيفة خالص. هو درجتي فيه 119. أوكي، بعد كده بدأت زي ما قلت لكم أوزعه كده بالبيوتي بلندر علشان تغطية تبقى قليلة جدا. بعد كده هبدأ أستخدم بقى بلاشر كريم، هستخدم برضو منه مش كتير خالص، قليل قوي قوي، لأن كده كده احنا هننزل البحر يعني والشمس وهنبقى بشرتنا حمرة من غير أي حاجة، فانا برضو هوزعه بيوتي بلندر على طول علشان يبقى خفيف معايا ما يبقاش تقيل بس. وبعد كده هبدا اني احط ايلاينر. ايوه، حطيت يعني خط كده خفيف خالص خالص من الايلاينر، حاجه يعني بسيطه لا تذكر. وبعد كده ما عجبتنيش قوي هي، سحبت العين بس ما كانتش احسن حاجه، فقررت اني ازيد واحد ايلاينر كمان بس باللون الابيض، شكله كان على الحقيقه فظيع. واخدت من الليكويد جليتر ده اي شادو وبدات اني ارسم عند المدمع كده واسحبه عند العين، صراحه كان شكله فظيع، حلو قوي وجلو كده. بس انا بعد كده دمجت اطرافه شويه لنص الجفن فكان شكله بسيط وهادي وكان حلو جدا. في الروج بقى انا مش عايزة احط روج تقيل يعني، فانا هحط ليب جلوس، انا بس هغمق يعني او هحدد الشفايف كده من اطرافها باللون الغامق ده، وبعد كده هستخدم الليب جلوس اللي انتوا شايفينه ده. الليب جلوس ده مش ليب جلوس بس بيدي لمعة او بيرطب بس، لا هو كمان بيدي لون زي التنت كده، فبصراحة فظيع، انا بحبه قوي، بس بسيبه شوية وبعد كده ممكن نمسح الزيادات وبيبقى فظيع. انا هسيبته يدي لون وبعد كده اخترت الحلق ده. بعد كده بدات امسحه، بصوا بقى لما مسحته شكله كان حلو جدا، الميك اب كله في النهايه كان حلو قوي وبسيط، ونزلت لكم صوره المايو كامل في النهايه اهي، واللي عايز يطلبه المايو موجود على شي ان يا بنات تقدروا تطلبوه.